هذا النظام. هو إيه اللي بيحصل في مطروح؟ أهالي محافظة مرسى مطروح كانوا رايحين حفلة للفنان الشعبي أحمد شيبة، زيهم زي أي محافظة علشان يحتفلوا بالذكرى الخمسين لنصر 6 أكتوبر، والحفلات دي حضرها كل مطربين مصر وكان الدخول فيها مجاني. اكتشفوا بعد ما تجمع سكان المحافظة بأكملها في مكان الحفلة ظناً منهم إنها احتفالات لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما أعلن عن ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وما طلعتش زي ما كانوا متوقعين. طبعاً كانت المفاجأة لكل الناس في مطروح بعد ما أخذوا اللافتات واللوحات المطبوع عليها صور السيسي، قرروا يضربوا كرسي في الكلوب وكسروا الشاشات وقطعوا صور الرئيس زي ما شفنا امبارح في الصور الفيديوهات اللي أهالي المحافظة كانوا بيصوروها، وفجأة كده اتقلبت مسيرة التأييد لمظاهرة ضد الرئيس، والأمن اتدخل وكان بيحاول يفضها. طبعاً المظاهرات في مطروح كانت بتطالب بإسقاط النظام بعد ما عرفوا إنها تفويض للسيسي، فقام المعارضون للنظام في الحفل بهتافات ومظاهرات والمطالبة بإسقاط النظام، وكان في حالة غضب في شارع اسكندرية اللي هو أكبر شوارع المحافظة، والمظاهرات فضلت مستمرة فيه يمكن أكتر من ساعتين في مشهد يرجعك لأيام يناير 2011 وثورة 30 يونيو. وعلى كلام أهالي المحافظة إن الشرطة ما تعرضتش لأي حد منهم وتم التعامل معهم بهدوء وسلمية، لأنهم كانوا عايزين يلموا الموضوع من غير أي شوشرة والموضوع ما ينتشرش على السوشيال ميديا. بس بعد ايه ما خلاص كان الوقت عدى وفات والكل عرف اللي فيها، وما يعديش غير وقت قليل ونلاقي نفس السيناريو بيتكرر في محافظة السويس. الدنيا اتقلبت عندهم هما كمان بنفس الضجة اللي حصلت في مطروح، لكن هما رفضوا التأييد وعملوا مظاهرة بس اتلمت بسرعة من قوات الامن هناك. في وسط كل ده طلع بيان عاجل من وزارة الداخلية بتقول ان التجمعات والاشتباكات في محافظة مطروح ملهاش اي اساس من الصحة، كل الانباء اللي بتتردد عنها مش حقيقية. طب ايه بقى الحقيقي؟ وزارة الداخلية قالت في منشور ليها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن خناقة حصلت ما بين بعض الشباب بمدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط صور شخصية مع شعراء ليبيين معروفين، وأوضحت المصادر إن قوات الأمن بالمحافظة قبضت عليهم، وإن لا صحة للمعلومات عن وجود مظاهرات أو تجمعات خارج إطار المشاجرة. يعني الحكاية باختصار شوية شباب عايزين ياخدوا كام صورة مع بعض الشعراء من ليبيا اللي كانوا حاضرين الاحتفال، والعيال شدت مع بعضها علشان اللي ياخد الصورة الأول، وطبعا في غرور وغطرسة وطيش شباب ما بينهم، فشدوا مع بعض فقاموا عملوا الشغب ورموا الحواجز الموجودة وقطعوا وقلبوا الحفلة لخناقة. بس شكل الأيام اللي جاية هتكشف لينا مفاجآت كتيرة.